شكرا جدا من اجل الحضور في وسطنا لله. هللويا. مين عارف ان الرب حاضر النهارده؟ امين. نحن نمجد ونشكر الرب النهارده جدا على حضوره. عايزين فعلا النهارده نقول يا رب احنا فرحانين بيك. امين. عشان كده انا عايز اقرا هذا العدد من فيليبي اصحاح 4 وعدد 4 بيقول ايه؟ افرحوا في الرب كل حين، واقول ايضا افرحوا. ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس، الرب قريب. لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح يسوع. أمين. عشان كده النهارده مش عايزين نحط حاجه قدامنا غير ان احنا نفرح بالرب. هللويا. مين يا رب انا فرحان بيك النهارده؟ حط كل همومك عليه كده، ومكتوب ملقين كل همكم عليه لانه يعتني بكم. النهارده عايزين نفرح بيه. بس هيكون معانا اول تامل مع الاخت ليلى. رب حضرتك في وسطنا. مساء الخير. مساء الخير. انا فرحانه جدا النهارده ان كنت عم بقرا قصه، اكشن مش قصه، حادثه صارت فلفتت نظري وحبيت اشارك فيها واعلق عليها طبعا من حين المسيحيه. الحادثه صارت في تمام الساعه 6:45 صباح يوم الاربعاء 22/11/1995. استيقظ اهالي مصر وفلسطين والاردن وسوريا ولبنان وإسرائيل وكل دول الخليج العربي على زلزال مدمر كانت قوته في مصر 7.5 بمقياس ريختر، مما ذكر كل أهل مصر بزلزال يوم 12/10/1992. بينما لم يتذكر أحد تقريبا ما حدث بين هذين التاريخين، وبالتحديد في صباح الاثنين 14/12/1993، أي قبل ليلة رأس السنة 15 يوماً فقط، إذ استيقظ في فجر هذا اليوم سكان منطقة المقطم بالقاهرة الكبرى على ما يشبه الزلزال، عندما سقطت على المنازل صخرة عظيمة وزنها أكثر من ربع مليون طن، وبعدها انهالت آلاف الأطنان من الرمال لتدفن كل ما تحتها. وفي ساعات قليلة كان عشرات البلدوزرات وعربات الإسعاف تحاول أن تنقذ الجرحى وتخرج جثث الموتى من تحت الأنقاض الذين ناموا في ليلة 13/12 وهم لا يتصورون أنهم سيستيقظون في الأبدية. يا لها من كارثة طبيعية. ولكن الجانب السعيد في هذه الواقعة الحقيقية هي أن بعد 13 ساعة تقريباً من التنقيب وانتشال الجثث، سمع رجال الإنقاذ صوت فتى في 14 من عمره، وكالبر أخرج الفتى حياً وفي كامل وعيه وبدون أي خدش أو أي جرح. فالتف مئات من رجال الاعلام حوله ليسالوه، فاجاب اسمي انطون فرح لمعي. ولما سالوه عن معجزه انقاذه اجاب ان هذه الصخره الجباره عجيبه جدا، اني احبها فهي صخره الحياه لي وان كانت صخره الموت للاخرين. لقد احتميت تحتها وهي التي حمتني من الاف اطنان الرمال التي سقطت فوقها، ولولاها لدفنت في هذه الرمال. إنها الصخرة المنجية، الصخرة العجيبة. فإن كان اسمي أنطون فرح فأنا فرح جدا لأجل احتمائي في هذه الصخرة. أحبائي في الرب، الرب يعطينا عمرا حتى هذه اللحظات، فلنسأل أنفسنا هل احتمينا به؟ هل احتمينا في صخرة خلاصنا؟ في هذه الصخرة العظيمة الرب يسوع المسيح، وبما يعمله لأجلنا لأنه هو الصخر الكامل.
قبل ما أبلش أقرأ الإنجيل كنت دايماً بس حدا يسألني عن لما الرب يسوع قال لبطرس أنت الصخرة، أقول له هو بطرس هو الصخرة. ولحد الآن نسمع ناس كمان لحد اللي أقوله الرب يسوع قال لبطرس معناته هو الصخرة. فالكتاب المقدس أظهر لي إنه هل ممكن تكون كنيسة مؤسسها بشر؟ هل ممكن تدوم؟ هل ممكن تكون قوية زي ما بتكون قوية من الرب يسوع؟ فالكتاب المقدس فعلا التعمق فيه بيظهر لنا الحقيقة. في الكتاب المقدس في آيات كثيرة بتدل على إنه الرب يسوع هو صخرتنا، صخرة خلاصنا. كمان في سفر في رسالة كورنثوس الأولى إصحاح 10 وعدد 3 بقول والصخرة كانت المسيح. في مزمور 40 وعدد 2 بقول وأصعدني من جب الهلاك من طين الحمأة وأقام على صخرة رجلي ثبت خطواتي. في مزمور 18 عدد 31 بقول لأنه من هو إله غير الرب ومن هو صخرة سوى إلهنا. في مزمور 31 عدد 2 أمل إلي أذنك سريعا أنقذني كن لي صخرة حصن بيت ملجأ لتخليص. في مزمور 61 62 أي 7 على الله خلاصي ومجدي صخرة قوتي محتماية في الله. هذا نجي من شو اسمه قال هاي الصخرة كانت حاميتني. فكانت هي إنها احتمت في الصخرة بس كانت حماية لإله بس كانت سبب موت لآخرين. فنطلع كمان في سفر الرؤيا بنقول إنه لما الدينونة رح تيجي معظم غير المؤمنين رح يقولوا اسقطي علينا أيتها الجبال، والصخور ممكن توقع على كل إنسان مش غير مؤمن. وبنرجع كمان لما بطرس قال له الرب يسوع أنت الصخرة، بطرس زي ما بتقول التفاسير إنه بطرس هو الحجر. وطبعا إحنا كمسيحيين كلنا أحجار حية في كنيسة المسيح، خلينا نسند بعضنا ونحب بعضنا عشان نكمل جسد المسيح عشان نكون كلنا قلب واحد. آيات تانية كمان ذكرت في الكتاب المقدس خصوصي في سفر المزامير، نقول بس كمان آيتين ونختم فيها. مزمور 73 عدد 26 بقول قد فني لحمي وقلبي صخرة قلبي ونصيبي الله إلى الدهر. مزمور 78 عدد 16 بقول أخرج مجاري من صخرة وأجرى مياهها في الأنهار. مزمور 78 عدد 20 هو ذا ضرب الصخرة فجرت المياه وفاضت الأودية، هل يقدر أيضا أن يعطي خبزا ويهيئ لحما لشعبه؟ مزمور 81:16 وكان أطعمة من شحم الحنطة ومن الصخرة كنت أشبعك عسلا. شكرا. أمين. معادنا دلوقتي مع الشيخ رياض هيصلي وهيقول التأمل الثاني. ربي يبارك. نحن أوصل للصلاة. إلهنا الحي القدوس الإله المستحق منا كل عبادة حقا، مستحق منا كل شكر كل حمد. جئنا يا رب إلى هذا المكان حيث تليق القداسة، جئنا يا رب لنقدم لك التمجيد والتسبيح والعبادة بالروح والحق. نشكرك يا رب على نعمك على بركاتك التي تؤمنها لنا في أيام حياتنا. نشكرك أيضا يا رب لأن على الأيام الماضية التي كنت فيها لنا حارسا وملجأ ومعينا في الضيقات. نشكرك أيضا يا رب أنك تعطينا فرص لنتقدم
لك بالشكر والحمد خلال اجتماعات الصلاة بين الإخوة. نسألك يا رب أن تكون اليوم في وسطنا وأن تسمعنا وأن تقودنا يا رب في هذا الاجتماع، تقودنا يا رب بفهمك وحكمتك ومجدك. أشكرك أيضاً أيها الرب على كل شيء تقدمه لنا في حياتنا. نسأل يا رب بركتك يا رب على هذه الكنيسة راعياً وخداماً ورعياً. بارك يا رب اجتماعنا هذا بركة خاصة من لدنك يا رب، وأن نكون دائماً لا سامعين للكلمة بل عاملين بها على الدوام من الآن وإلى الآن وإلى الأبد. نطلب ونسأل باسمك القدوس. آمين. عنوان تأملنا لهذا اليوم طبعا هو عظة سابقة، ولكن حاولت أن ألخصها في بعض الأفكار. العنوان للتأمل هو المراسي المسيحية، والمراسي هي جمع لكلمة مرساد، والمرساد معروفة بأنها قطعة من الحديد لها سهمين وفي الوسط صليب، وتربط بسلاسل في كل باخرة إلى مراس إلى مرساد لتثبت هذه القطعة بعد رميها في أعماق البحر بالصخور. فعنوان تأملنا المراسي المسيحية. في حياتنا المسيحية أيها الأحباء كثير من الرموز والشعارات المسيحية التي اتخذها المسيحيون الأوائل رموزا لها، وهي دائما في مجملها تتضمن أفكار روحية وما ورائية من الكتاب المقدس. فمثلا اتخذوا السمكة ترمز إلى الرب يسوع، والسفينة ترمز إلى الكنيسة، وأيضا اتخذوا الحمامة ترمز إلى الروح القدس، وكذلك اتخذوا المرساد رمزا للخلاص والثبات والرجاء الأكيد بالقيامة. المرساد أيها الأحباء لم تورد كثيرا في الكتاب المقدس، في العهد القديم لم ترد ولا مرة. السبب في ذلك يمكن أن يكون أن كافة الأسفار للعبرانيين سابقا كانت في البر والبرية. مرة واحدة في سفر الخروج يذكر عبور والبحر، وكان عبور العبرانيين من مصر إلى أرض الميعاد على الأرض عندما الرب أمر بذلك. أما في العهد الجديد فقد وردت كلمة مرسال مرتين، مرة في أعمال الرسل إصحاح 27 وهي في قصة رحلة بولس إلى روما، والمرة الثانية وردت في العبرانيين بستة 19 وتقول الآية هو لنا كمرسات للنفس، أي الرب هو لنا كمرسات للنفس. المرسات اتخذها المسيحيون أيضا رمزا للاستشهاد، لأن القديس كليمنت عندما أعدم ربط بالمرسات وألقي في عرض البحر. اليوم أيها الأحباء نلاحظ أن المرسات هي شعار لكل بحارة العالم، المدنيين والعسكريين، فيرسمون شعار المرسات على أوصالهم وعلى أكمامهم وعلى قبعاتهم، وتشير إلى رمز إلى الثبات والخلاص والرجاء. إذا عدنا إلى قصة رحلة بولس الرسول إلى روما، يمكن أن تكون هذه القصة قصة أي واحد منهم، فهي قصة السفينة وهي في أمواج البحر والرياح والعواصف وإلى آخره. ماذا كان يجب أن يعمل على ركاب الذين كانوا في تلك السفينة؟
كان عليهم اولا ان يربوا كل حوائجهم، كل شيء كان معهم، كان معهم ماديات، ممكن ان نرمي كل هذه الماديات التي كانت املاك وارزاق واطيار في البحر لنخفف حمولة سفينتنا وهي في العاصفة، ومن ثم نلقي المرساة علها أن تجد صخرة لتعلق بهذه الصخرة فتثبت السفينة من خلال العواصف. هنا مراسي ترمى في الأعماق لتبحث عن صخور، ولكن هناك أيضا صخور موجودة في الأعماق بانتظار أن تأتيها المرساة من فوق لتمسك بها. اليوم نحن أيها الأحباء نتساءل، هل لدى سفينتنا مرساة لكي تكون لنا مرساة للنفس؟ هل نؤمن بأن هناك صخور في الأعماق يمكن أن تمسك بها مرساتنا؟ من المؤسف أن الكثير في هذا العالم لا يؤمن لا بوجود مرسات ولا بوجود صخور، فتكون سفينته في البحر وبدون أي قيادة، أشجعتها مشرع وهي في عمق البحر والعواصف ومتروكة فقط للأقدار. هذه الرحلة أيها الأحباء إنها رحلة بلا إيمان، إنها سفينة بلا مراسي، إنها أعماق بلا صخور. فيجب علينا دائما يا أيها الأحباء أن نكون مستعدين، أولا أن نلقي بكافة حمولتنا التي نحملها في هذا العالم في أعماق البحار، ولو كانت تعبنا بها بجهد وكد وجمعناها، ولكن علينا أن نخفف، أولا أن نخفف حمولة سفينتنا، ومن ثم نلقي بمرسادنا بهدوء علها أن تجد صخرة لتعلق فيها فنكون دائما بأمان. الرب أعطانا عدة مراسي في حياتي ممكن أن نستعملها. المرساة الأولى هي مرساة الإيمان. صليب الفداء الذي هو رمز إيماننا المسيحي، وكذلك الرب يسوع المسيح الذي وعدنا بالخلاص، إننا على رجاء أكيد بأنه سيكون معنا دائما، بأنه هو الذي سيمجينا ويخلصنا. إذا رجعنا إلى إنجيل لوقا في الإصحاح الثامن من حتى 22 نلاحظ موضوع قصة النوم الذي ضرب البحيرة، وكان الرب يسوع نائما فخاف التلاميذ و أتوا إليه يا معلم يا معلم أننا نهلك. فقام الرب يسوع وانتهر الريح والرياح والعواصف وهدأ البحر. ماذا قال لهم الرب يسوع؟ قال لهم أين إيمانكم؟ كذلك إذا رجعنا إلى بطرس عندما أراد أن يأمره الرب يسوع بالمشي على الماء فقال له تعال، فعندما مشى وأصاب الشك إيمانه بدأ يغرق. إن سلسلة مرساة بطرس كانت قصيرة لأن أفلتها الشك، وإذا كانت مرساتنا قصيرة لنبحث على مرساة لديها شريط أطول سلاسل أكثر، فنأخذ مرساة الرجاء. نعم
الرب يسوع الذي نزل من السماء وصار إنسانا وأذب وصلب ومات عنا وقام، إننا برجاء أكيد أن هذا الرب لن يتركنا ولن يحملنا، وإنه سيأتي لنجدتنا في الوقت المناسب. فهذا هو دائما رجاؤنا. وهناك أيضا مراسل أخرى أيها الأحباء، مرسات الصلاة، فدائما علينا أن نرفع صلواتنا إلى الرب لكي يسمع تضرعاتنا، لكي يصغي إلى طلباتنا، لكي يكون دائما ملبيا لاحتياجاتنا. وهناك أيضا مراسل أخيرة وهي الجهاد الحسن. الجهاد الحسن أيها الأحباء هو أن نكون دائما ضد الأنانية، ضد الحسد، ضد هذه المشاكل التي نعيشها في الحياة، فإنها دائما تكون حجرة عثرة في حياتنا، ويمكن أن تكون في هذه الحالة المرساة لا تستطيع أن تجد صخرة. أما إذا كنا دائما مثل بولس الرسول الذي قال جاهدت الجهاد الحسن وأكملت السعي وحفظت الإيمان ووضع لي إكليل المجد، فحكما فستكون مرساتنا تستطيع أن تلتقي ليس بصخرة وإنما بعدة صخور. أيها الأحباء، علينا دائما أن نكون مع الرب يسوع لأن قوتنا في الضعف تكمن. آمين. نشكر رب. الأخت ليلى كانت بتتكلم عن الصخرة والأخ شبريان بيتكلم عن مرساة، فرب النهارده عايز يثبتنا. أمين. نشكر الرب. ربي يبارك الأخ جوزيف، تأمل التالت معانا. ربي يبارككم. مساء الخير. رب يبارك الجميع. للحقيقة دي ريام والأخ ريوت كان عم يتكلموا بموضوعين، وأنا رح أتكلم بموضوع ثالث، هي المحبة. يا ترى ان احنا بنحب الرب يسوع قد ما هو يحبنا؟ عشان قد ما نحن نحب الرب يسوع هو كثير بنتذمر من الحياه، عشان الرب يسوع مات على الصليب وفدينا بدمه بمحبه لا توصف. اكثر من الاحيان نحن نتذمر من الحياه، أود نطلب من الرب شيء والرب ما بيجاوبنا عليه، نفكر حالنا إنه الرب ما بيحبنا. بس الرب بيحبنا، والرب هو عطول معنا، موجود معنا وعطول هو شايفنا وين ما بنروح وين ما بنيجي. أكثرية الأوقات نحن نطلب من الرب شغلة بدنا إياها باللحظة إنه تكون، وإذا ما كانت باللحظة نسينا يسوع ونسينا المحبة اللي عطونا إياها، لأنه الرب يسوع عنده خطة لكل شخص فينا. أول الخطة بتاخد يوم، بتاخد جمعتين، بتاخد شهر، بتاخد سنة، بتاخد سنتين، بتاخد 20 سنة. ومتى القصة بتتم نشكرك يا رب، هذه خطتك. أنا عندي اختبار لأحكي لكم إياه، وللحقيقة أنه أنا شخصياً بحب أسمع كثير اختبارات، بحب يعني الاختبار بيقويني اكثر واكثر واكثر. نشكر الرب على الاخ عماد انه عطول بشرح لنا من الانجيل، بشرح لنا اشياء يعني الرب عطيه موهبه يعني شرح الانجيل، وكل شخص عنده موهبه الرب عطيها. بس انا يعني بحب اسمع اشياء كثير اختبارات. سنه 1982 نحن جينا على كندا. سنه 1996 بعد 10 سنين رحت مشوار على هندوراس محل ما كنت عايش. كنت الساعة عمتي وجوز عمتي عايشين بهندوراس، رحت مشوار لعنده. رحنا لثلاث جمع، قعدنا أول جمعة بالمستشفى، ثاني جمعة نصها بالمستشفى. جوز عمتي وصلت لها، وصلنا هنيك مرض وهو مريض صار زمان. قالنا الحكيم بعد شي جمعة ونص أنا خذوا على البيت ما بقى في أنا. عشانه على الاكسجين كل يوم على الاكسجين، نجيب له الاثنين الاكسجين على البيت. سنه 1917
2017 في فبراير خيي عمتي بدها تجوز ابني، قلت لها انا مش لحقدر اجي، عندي شغل ومشغول مش لحقدر اجي. حجز روح هو حجز لوقت يعني تيجي منى بتقلنا للولاد بالسر بنوفمبر نشتروا لها بايكن تيكت خليه يروح مع عمك ومرت عمك عشان هو كان عايش هنيك ومبسوط بيعرف يعني يروح. بديسمبر بعد العشاء العيد بكل ولاد بيقدموا لنا تيكت، طلع تيكت لإلي ولمنى. منى زعلت قلت لها انا قلت لها اشتروا لها بايكن ما اشتروا لي لإلي. اتفقنا خيي روح بعد يومين انا رجعنا طلنا نحن لهنيك. نحن رايحين ل 23 يوم. الرب 21 يوم تقريبا 19 يوم كنا مبسوطين وجوز عمتي على طول كل لحظه يشوفنا يقول لي انا بتشكرت وجيت وشفتوني قبل ما اموت. كل لحظه كل لحظه كل لحظه كل لحظه. يعني من متى شفنا تحسن شوي، هيك بعد 20 سنه قال الحكيم عبيد يعني خذوا على البيت ما بفهم. ب 19 الشهر نهار السبت نحن بدنا نسافر نهار الاثنين نرجع عملوا عشاء بالبيت وانبسطنا وتعشينا وكنا مبسوطين. وتاني يوم كانوا نهار الاحد مقررين يروحوا على منطقه يعني سياحيه نقضي النهار كله مع بعضهم. نمنا الساعه 5 الصبح 6 الصبح برن التليفون، انا كنت نايم عند ابن عمي انا وخيي كنا نايمين عند ابن عمتي ببيت ابن عمتي عشان بيته كبير. بتقلي عمتي فيق اخوك وفيق اولادهم وتعالوا دغري. قلت لها شوفي عم تديكي شيء قلت لي جوز عمتك عطوك عمرو. قلت لها كيف؟ قلت لي اقعد عم تتفرج على التلفزيون؟ نو عفوا انا يمكن سبقت فيي. نهار السبت بعد العشاء وكل شيء شيء بيتفشى لمنى بيتفشى لمنى. عمتي عندها مطعم تحت وهو عايش بالطابق الثاني. كنا بالمطعم عند عمتي عم مبسوطين وكل شيء. بتفشى لمنى بتقول لها لمنى اطلعي لفوق، اطلعي نصلي معه، اطلعي صلي معه، اطلعي صلي معه. منى بتطلع لفوق وبتقعد معه بتقول له جوز عمتي هيك 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 الرب بيحبك والرب يسود لي بيحبك وهيك يعني دمعت عيناه ويعني وقبل كل الكلام اللي حكيت له اياه وتحدثت معه وكل شيء. لحد الصبح بيت عمتي انعطوا كنا عنده. نشوفه بعد 20 سنة نحن نصلي له وكلتنا نصلي له والرب دل بالمستشفيات ومرض ومرض ليجي شخص يحكي له عن الرب ويقبل الرب. الرب ياخده. الرب عنده خطة لكل شخص في حياتنا. كل واحد فينا الرب عنده له خطة لإله. اخواتي واخواتي امبارح كنت من عشية عم بحضر على اليوتيوب. انا بحضر اليوتيوب كله اختبارات. بحب اسمع اختبارات. مدام فاتي على سوبر ماركت بتبكي له لصاحب السوبر ماركت انه مع الليست بدها غروض اولادها يعني مين ما عندن حليب ما عندن اكل ما عندن هيك ما عندن هيك ما عندن هيك. بقول لها انا ما فيني اعطيك شيء منه يعني انا صاحب السوبر ماركت بس اذا بك واحد بيجي لهون بدي اعطيه يعني الليست يعني بنكسر. بفوت شخص هذا شخص بيطلع فيها هيك بيروح بجيب انيت بيبسي وبيوقف بيدفع انيت البيبسي بيطلع على المرأة بشوف المرأة انه تعبانه شوي وعم تسأل وانه بدها غروض بدها غروض بدها غروض. ومش شخص كانه بده يمزح معها بمزحه والله بجديه. قال لها بدي اسالك سؤال اعمل شرط وانا اياك. قلت له تفضل شو الشرط؟ قال لها هذه الليست اللي معي اللي حنحطها على الميزان اذا بتيجي كيلو انا بدفع عنك كل الموجودين بهالليست. قلت له ضايق. شلت الورق من جزداني مسكت قلم وكتبت له. قلت له يا رب انت الوحيد اللي بتقدر تعمل انت بتعرف احتياجاتي وبتعرف كل شيء انت اللي انا رايده. انا بسلمك هالشغله لالي. طويت الورق وحطيتها على الميزان. عم يفرجوك على الفيديو على الميزان. يطلع 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 وصل للكيلو على الشعر. طلع الزلمة هيك انه ورق ما فيها شيء وطلعت كيلو. قوم قال الزلمة لصاحب السوبر ماركت اعطيها كل شيء موجود بهالليست وانا لحقت فيه. ب
بيطلع على السيارة، هو بياخد الورقة وبيطلع على السيارة، بيفتح السيارة الورقة هيك وبيشوف. بتقول له مرته ليش تأخرت؟ قال لها شوفني صار معي مش قضية هيك 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 وهذه الورقة. يا ترى نحن مع الرب أو بلا الرب؟ من وراء هالورقة ودفع الفاتورة قبل الرب هو المدام. اخواتي واخواتي الحباء، عبود الرب بياخذ دقيقة وهذه يعني شخصين اخذوا دقيقة معه لقبل الرب. في ناس بتاخذ معنا سنين. نحن بنتذمر عبود اذا الرب ما بيجاوبنا على طلباتنا اللي بدنا اياها، يعني بعد يومين ثلاثة بالصلاة 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 الرب ما بيجاوبنا عليها، زعلنا من الرب. الرب ما عم يجاوبني، الرب ما بيحبنا. الرب بيحب كل شخص فينا، والرب له طريقه لكل شخص فينا، وكل شخص طلبات نحن نطلبها من الرب الى وقت عند الرب لا يعطينا اياها. بترجى الجميع، بطلب من الجميع انه على طول ما نتذمر من اي شيء نحطه بايد الرب ونسلمها للرب. الرب له بيحبنا وهو الرب له يجاوبنا على كل شيء. الرب يبارك. رب بارك في زيك، نشكر رب. ترنيمتين وبعد كده هنسمع الأخت منى تأمل جميل جدا عن الصليب. أهلا بيكم. أنا هقرا النهارده بنعمة الرب وإرشاد الروح القدس في حتة الحقيقة أثرت فيها تأثير شديد جدا من إنجيل يوحنا أصحاح 18. وإحنا عدنا يمكن لمدة حوالي 7 سنين ندرس اجتماع الستات إنجيل يوحنا، يبقى مرة في الشهر. وعملنا الفترة الأخيرة قبل أول الشهر عملنا تلخيص لأصحاح 18 فقط. أصحاح 18 أنا يعني حابة شوية إن أنا أتكلم عنه وأكمل في الحتة اللي أنا هقول عنها في إنجيل يوحنا أصحاح 18 من عدد 33. ثم دخل بيلاطس أيضا إلى دار الولاية ودعا يسوع وقال له: أنت ملك اليهود؟ أجابه يسوع: أمن ذاتك تقول هذا أم آخرون قالوا لك عني؟ أجابه بيلاطس: ألعلي أنا يهودي؟ أمتك ورؤساء الكهنة أسلموك إلي، ماذا فعلت؟ أجاب يسوع: مملكتي ليست من هذا العالم، لو كانت مملكتي من هذا العالم لكان خدامي يجاهدون لكي لا أسلم إلى اليهود، ولكن الآن ليست مملكتي من هنا. فقال له بيلاطس: أفأنت إذن ملك؟ أجاب يسوع: أنت تقول إني ملك، لهذا قد ولدت أنا، ولهذا قد أتيت إلى العالم لأشهد الحق، كل من هو من الحق يسمع صوتي. طبعا بيلاطس سأل بيلاطس لم يستمع لرد يسوع عليه. أصحاح 18 يا أحبائي، أنا عايزة أتكلم أقول باختصار قوي على أصحاح 18. يا ريت الأخ معني يجيب لنا الخريطة دي. هنمشي خطوات سريعة جدا في الخريطة عشان نوصل لغاية بيلاطس. بعد العشاء الأخير اللي كان يسوع مجتمع فيه مع التلاميذ، العشاء الأخير تم في الساعات الأولى من 14 نيسان. هو كان يوم الخميس بس كان في الساعات الأولى من 14 نيسان، يعني كان بيختم 13 نيسان ودخل العشاء الأخير في الساعات الأولى من 14 نيسان. بعد العشاء الأخير أخذ يسوع التلاميذ، ويقال إن هو دخل البيكر
وخرج من الهيكل. يقال ان هم علماء اليهود بيقولوا الكلام ده حسب التفسيرات اللي احنا قريناها. فبيقولوا طبعا احنا قرينا الكلام ده من كتاب القديس الاب متى المسكين. فبعد ما يسوع اخذ التلاميذ يقولوا يقال دخل الهيكل، ومن الهيكل خرج من باب دمشق على جبل الزيتون، وعبروا كان في نهر. هذا النهر بيجف، واخدين بالنا من النهر اللي هو هنا وادي قدرون، واخدين بالنا عند وادي قدرون هنا. فعبروا وادي قدرون، يبقى نهر بيجف في الصيف، فعبروا ودخلوا على جثماني. هنا جثماني، دخلوا على جثماني، وهناك جثماني ده اللي هو جبل الزيتون. على جبل الزيتون كان في حدائق كتيرة، والناس المقتدرين كانوا بيمتلكوا الحدائق دي، فممكن جدا ولكل واحد من المقتدرين دول أو اللي عندهم إمكانية إن هو يشتري حديقة على جبل الزيتون كان بيشتري حديقة، وفي الغالب كل واحد كان بيصور الحديقة بتاعته يحط لها صور. وتعود يسوع مع التلاميذ إن هم يقعدوا في جبل الزيتون، ياخدوا راحتهم، يتأملوا، يصلوا، وحتى الكتاب المقدس في إنجيل يوحنا بيقول فيها كل واحد مضى إلى بيته، أما يسوع فمضى إلى جبل الزيتون. هو كان بيبيت في الغالب في جبل الزيتون لما كان بيكون موجود في أورشليم. المهم، وهناك مجتمع مع التلاميذ، رؤساء الكهنة وكتبة وكل والجيش وعدد كبير من العساكر. هما بيقولوا الجند، بيقول يقال ان الجند كان حوالي 200 عسكري مع خدام الهيكل. خدام الهيكل دول مش ناس اي كلام، دول الاوفيسرز، القوات اللي بيحرسوا الهيكل، سواء من اليهود من الامبراطوريه الرومانيه او ايضا من اليهود. وهناك في جبل الزيتون كانت الساعه حوالي 1 بالليل بالتوقيت بتاعنا احنا، كانت 1 مساء بتوقيتنا احنا، التوقيت الافرنجي بتاعنا. المهم، ويسوع مجتمع بالتلاميذ، جم بمشاعر وجم بالسيوف وجم بالعصي وجم كله للقبض على يسوع. في اصحاح 18 ناخد بالنا مرتين يسوع اعلن لاهوته، اعلن الوهيته مرتين. في اصحاح 18 يسوع اعلن الوهيته، خرج بهم يسوع، والمهم اتكلم ووقف خرج لهم واتكلم مع قائد المائه واتكلم مع الهيصه اللي جايه وقال لهم من تطلبون؟ قالوا له يسوع الناصري. قال لهم انا هو. اول ما قال لهم انا هو، كل المجموعه اللي جايه تقبض على يسوع وعددهم لا يقل يمكن عن 500 كله سقط على ظهره. انا هو باللغه اليونانيه معناها ايجو امي. ايجو امي تعادل هي نفس الكلمه اللي موجوده في سفر الخروج اصحاح 3 اللي هي اهي الذي اهي. الله الكائن بذاته، الله بدأ يعلن في اللحظات دي، أعلن عن لاهوته، أعلن إن هو الله، الله المتجسد. أما تاني سأله هو عايزين مين؟ قالوا له يسوع الناصري. قال لهم أنا قلت لكم أنا هو، بس بشرط أنا هسلم نفسي زي ما هو مكتوب عنه، جشاة تساق إلى الذبح وكنعجة صامتة أمام جزيها لم يتحرك. سلم نفسه، قال لهم بشرط ان انتوا تتركوا دول علشان انا انتوا خدوني انا لكي ما يتم المكتوب زي ما هو مكتوب لم يهلك منهم احد الا ابن الهلاك. لعلمكم في الفتره القصيره جدا دي تمت نبوات كثيره جدا، تمت نبوات كثيره جدا انا مش عارفه عددها قد ايه، مش حافظها، زي نبوه ان هو بيع ب 30 من الفضه على ثياب ألقوا قرعة على ظهر حرس الحراس. نبوات كثيرة جدا تمت في الفترة القصيرة. الرحلة استمرت من جثماني
يسوع من جثماني بال يعني معناها معصرة الزيت. أحسن تضربوني بعد كده. فجثماني هي معصرة الزيت، أخذ يسوع من جثماني وراحوا بيها إلى قصر هيرودس وحنان. شايفين القصر هيرودس وحنان؟ أهو نعم. فأخذوا يسوع هناك، كان أول مقابلة مع يسوع كانت الساعة تعدت واحدة في الفجر. الرحلة أخذت من لحظة خروج يسوع من جثماني لغاية ما تقابل مع بيلاطس البومي، وبيلاطس أصدر الحكم، أخذت 5 ساعات ونص في نص الليل، وكانت ضد كل قانون من قوانين القوانين بتاعت المحاكم اللي حصل. يعني كان عملوها في الخفاء وعملوا محاكمة يسوع في الخفاء، لكن للأسف الشديد مع أكبر دولة في العالم في الوقت ده، لكن طبعا التاريخ أظهر الظلم والفساد الكامل اللي حصلت فيه محاكمة يسوع. في أسباب كثيرة، لو حبيتوا تاخدوا الورق اللي احنا لخصناه ممكن المرة الجاية أنا أحضر للي عايز منه. هناك في قصر حنان وقيافة اتقابلوا مع يسوع، اتقابل معاه أولا حنان. حنان كان رئيس كهنة مخلوع، خلعته الإمبراطورية الرومانية لفساده، رجل بتاع دسائس، رجل مرتشي، فالإمبراطورية الرومانية خلعته. اتقابل مع يسوع، طبعا مدبرين الخطة من الأول بالصلب. اتقابل مع يسوع من أخذ فترة مع حنان، حنان بعده لقيافة، قيافة أصدر الحكم إن هو ده مستحق الموت. أرسل يسوع بعد كده إلى بيلاطس البونتي. بيلاطس البونتي موجود هنا في قلعة أنطونيا. قلعة أنطونيا هنا، ده بيلاطس البونتي كان بيجي في المناسبات فقط. بيلاطس البونتي راجل شرس، شرس جدا، راجل دموي. جابوا أشد وأشر واحد علشان يكون موجود في الوقت ده في أورشليم، لأن عارفين إن اليهود دايما في الأعياد بيعملوا شهر. قابل يسوع هناك مع بيلاطس البونتي، اليهود سلموا يسوع ومرضوش يدخلوا دار الولاية علشان حتى لا يتنجسوا. يتنجسوا من إيه؟ إن هم يقدروش، لو يتنجسوا ودخلوا مكان أمم يتنجسوا وما يقدروش يفتحوا خروف الفصح، ما يقدروش يأكلوا من خروف الفصح. فدخلوا يسوع. بيلاطس سأل رؤساء الكهنة، انتوا جايبين ده ليه؟ قال لهم ده بيفسد الأمة. أخدوه موثق مربط أسير، اللي فك أسر العالم كله، اللي إيده الحلوة الحنينة لمست كل مريض وكل متألم وكل من عليهم أرواح شريرة، اللي لمست كل واحد فيهم اللي أقام موتاهم، أخذوه مربط قدام بيلاطس البونتي. إيه مشكلتك؟ مشكلته إنه بيفسد الأمة، بيهيج الشعب، بيقول إنه ملك، وبيقول إن ملكه بيتحدى كمان قيصر إنه هو ملك، مش عايز إن احنا نعطي جزية لقيصر. جابوا شوية اتهامات كتيرة على شخص الرب يسوع. هناك في قصر بيلاطس 3 مرات أعلن قدام كل الناس بعد ما اتحقق منهم 3 مرات، قال لست أجد فيه علة واحدة. في المرة الثانية مقابلته مع بيلاطس بعته لهيرودس في قلعة هيرودس. هناك في قلعة هيرودس اتقابل معاه هيرودس مع يسوع وفرح بيه قوي، وقال له أنا فرحان إن أنا شفتك، يا ريت أشوف منك آية، أنا سمعت عنك كتير، أنا عايز أشوف منك آية إن أنت توريني حاجة كده من اللي أنت كنت بتعملها. يسوع وقف صامت قدامه ما اتكلمش بالمرة. في قصر هيرودس لبسوا لباس كأنه اللباس بيلمع، وحطوا له وجلدوه وبهدلوه، وكانت هناك في قصر هيرودس أشد ألمات الرب يسوع. رجعوا هيرودس لبيلاطس مرة تانية،
وهناك لما رجع لبيلاطس مرة تانية، كان آخر مرة فيها بيلاطس قال له، قال للناس لليهود لست أجد فيه علة واحدة. بعدين جه سألوا السؤال اللي احنا قريناه دلوقتي، هما سلموك ليا وبيقولوا ان انت ملك، هو انت حقيقي ملك؟ انت حقيقي ملك؟ راح يسوع قال لهم لو انا كنت ملك وكان ليا الحشه بتاعتي كانوا هيجوا يدافعوا عني، ما كانش هتبقى في فرصه ان انا اتسلم لليهود. لكن انا مملكتي ليست من هذا العالم، انا حقيقي ملك بس المملكه بتاعتي مش من هنا. المملكه بتاعتي مؤسسه منذ الازل، المملكه بتاعتي منذ الازل، وانا لهذا قد ولدت، عشان كده انا اتولدت، عشان كده انا جيت للعالم عشان اسس المملكه بتاعتي هنا. المملكه بتاعتي انا جيت اشهد للحق، يا اوصيك امام الله الذي يحيي الكل والمسيح يسوع الذي شهد لدي بيلاطس البومتي بالاعتراف الحسن. ايه هو الاعتراف الحسن؟ ان هو جه يشهد الحق وجه يكون مملكه الحق. هو ملك وملكوته ازلي، ملكوته الزمن لا يحد ملكوته، وليه ملكوت سماوي وهو ملك عظيم. وفي كل مراحل حياته كان يسوع المجوس قالوا شفنا نجم ملك، وفي نهاية الأصحاحات مكتوب في سفر الرؤيا مكتوب موجود على فخذه عبارة ملك الملوك ورب الأرباب. هو ملك. لما جه يؤسس مملكته على الأرض يا أحبائي، جه يؤسس مملكة الحق، وقال لك ان كل من هو من كل ما هو من الحق يسمع لصوتي. كل ما هو من الحق، كل واحد بيدور على الحق بيدور على يسوع المسيح، كل واحد بيشتهي الحق عايز يدخل المملكه دي. النهارده احبائي يسوع بيسال كل واحد فينا، هل انت فعلا مستعد ان انت تدخل المملكه، مملكه الحق اللي أسسها يسوع على الأرض؟ حالياً مؤسسة على الأرض المملكة السماوية، اللي هو الملك السماوي أسس مملكة اسمها مملكة الحق على الأرض. هل الواحد كل واحد يسأل قلبه، هل أنا قبلت المسيح إن هو يكون الملك بتاع حياتي؟ ها؟ لو حد فينا كان من سنين طويلة قبل الرب يسوع المسيح، ممكن الزمن والأيام والتجارب والمرتفعات والانخفاضات في حياته، ممكن الحياة فكرت شوية، ممكن حد فينا ما يكونش لسه لغاية النهاردة كن عرفت كتير عن يسوع، عرفت حاجات كتير عنه، لكن لسه أنا ما قبلتهوش الملك على حياتي. يسوع مش عايز منك أكتر من أنت تقبله الملك على حياتك، ملك يملك عليك. رب يسوع النهارده بيقول لكل قلب، بيقول لكل قلب، كنت انت قبلتني من زمان جدد عهودك معايا، كنت انت لسه لغايه النهارده ما خدتش القرار ان انت تقبلني وتدور على الحق، ان الاوان يا احبائي، ان الاوان ان احنا ده قرار خطير. اوعى حد فينا يهامر بحياته ولا يامر بحياته. لو فينا اي حد كان مسافر واحنا قاعدين في الطياره كده، جه الكابتن وقال يا جماعه الطياره فيها خلل، ويمكن 1% الطياره تقع، 1% الطياره تقع، لو فيك واحد خايف ممكن يترك الطياره دلوقتي. لو انت في الطياره هتعملوا ايه؟ هتغامري وتأمري وتآمر وتغامر انك تطير مع الطيارة؟ 1%. انا بعتقد ان مش هيحصل كده، انا شخصيا هنزل الطيارة. فكم وكم ان دي حقيقة ثابتة، ان في دينونة ابدية، دينونة المسيح هيدلنا عشان حاجة واحدة بس،
ان احنا ما قبلناش يسوع الملك على حياتنا. آن الاوان يا احبتي، آن الاوان ان كل واحد فينا يا اما نجدد عهدنا يا اما نقول له ايها الرب الاله العظيم احنا بنقبلك المخلص لحياتنا، انت الملك على حياتنا. كل واحد فينا، ما فيش حد ابدا يقدر يحمي بيتك وبيتك الا انت. انا بس اعرف احمي بيتي. واحنا زي ما الكتاب المقدس مكتوب في سفر دانيال من مملكه قديس العلي. انت لو انت دخلتي تحت المملكه بتاعته، غير الخير والبركات والسلام والفرح والقياده، غير ده كله، غير ده كله. وزي ما قال في مزمور 91 بيقول ايه؟ لانك قلت، لانك انت قلت انت يا رب ملجئي، جعلت العلي مسكنك. لا تدنو ضربة متك وهيكون ليك، وهتدوس على التعبان وهيحصل كل البركات دي، وفي الاخر خالص ارفعه لانه عرف اسمي، عشان قلت ان انا رب انت مسكني، انت كل حاجه ليا. ده على الارض بركات، وفي الحياه الابديه احبائي ملك مع الرب يسوع المسيح، هنملك معاه. النهارده احبائي انا شدكم، انا بجدد عهودي مع الرب، وانا شدكم اي قلب اليوم ما خدش يسوع انه ملك على حياته، مفيش حاجه هتعملها. لا انت هتروح تقدم شمعه، ولا هتروح تدفع تبرعات للفقراء، ولا هتعمل حاجه. هي كلمه واحده بس، انا بقبلك يا يسوع المخلص الشخصي لحياتي، بقبلك النهارده انك تملك عليا ملكيتك. وده اللي هو قال عليه، اللي قال عليه تيموثاوس، اللي قال عليه بولس الرسول لتيموثاوس، اللي هو الاعتراف الحسن قدام بيلاطس البونتي ان يسوع المسيح الملك جه يشهد للحق ويأسس على الارض مملكة الحق. امين. Thank you.